حايب رعد من بروق ايدنا هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ناتي بملخص هذا المساء. شواهين صاحبة التوقيت الافضل لهيجن الرئاسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي 12 دقيقة 24 ثانية وفاء وتماما وكمالا في اول اشواط هذا المساء. شوطنا الثاني والخاص بالمهجنات ظهر مرة اخرى البروفيسور ليقدم ايضا واحدة من الانجازات الكبيرة مع هيجن الرئاسة ويقدم شواهين اخرى في اول اشواط المهجنات ويعلن بأن شعار هيجن الرئاسة في أتم الاستعدادات أيضا للختاميات 12 دقيقة 52 ثانية 8 أجزاء من الثانية. انطلق ثالث أشواطنا لهذا المساء فيأتي البروفيسور بالنقطة الثالثة على التوالي محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ليقدم انطلاقة رائعة وجميلة من خلال هذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير. شاهين يأتي من هيجن الرئاسة ب 12 دقيقة 51 ثانية 4 أجزاء من الثانية بينما رابع أشواط هذا المساء ونهاية الجولة الأولى وأول أشواط الجعدان الثنايا المهجنات الأصائل كان شعار هيجن الرئاسة المتواصل بالعطاء الكبير والتحديات المثيرة. فأيضا انطلق شاهين لهيجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري ب 12 دقيقة 54 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية بينما بداية الجولة الثانية وشوطنا الخامس وثاني أشواط الأبكار الثنايا المحليات الأصائل الذي انطلق هنا مشاهدين الأعزاء في عاصمة الميادين وعلى الهواء مباشرة ضمن انطلاقات هذه الأمسية الرائعة يأتي في الشوط الخامس أيضا شعار هيجن الرئاسة ليأتي محمود بن محمد بن سالم الوهيبي فتأتي شواهين أيضا من هيجن الرئاسة بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي بهذا الأداء الكبير 12 دقيقة 28 ثانية وخمس أجزاء من الثانية بينما شوطنا السادس والخاص بالمهجنات الأصائل لسن الثنايا الأبكار عاد مرة أخرى البروفيسور ليقدم السيطرة الرائعة والجميلة من خلال انطلاقة شواهين من هيجن الرئاسة. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يظفر بهذه الأمسية بالأشواط ب 12 دقيقة 39 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. سابع أشواط هذا المساء والخاص بالجعدان الثنايا المحليات الأصائل انطلق فيه شاهين ليهدي هيجن الرئاسة ويعود البروفيسور ويكون نجم هذه الأمسية من خلال هذه الاندفاعات الرائعة والتكتيكات أيضا مع البروفيسور من خلال تواجد شاهين في سابع الأشواط 13 دقيقة 13 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. انطلق ثامن أشواط هذا المساء فيعلن أيضا شاهين مع البروفيسور ليضيف النقطة السابعة بهذه الأمسية الرائعة هنا لهيجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي باستراحة المحارب مع خط النهاية 13 دقيقة 14 ثانية 5 أجزاء من الثانية بينما شوطنا التاسع وبداية الجولة الثالثة أعلنت شواهين من هيجن الرئاسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ليكون هو المسيطر بهذه الأمسية ب 12 شوطا وشوط واحد مع المستحيل. هذا هو الشوط الثامن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. الشوط التاسع الذي أعلنت فيه شواهين من هيجن الرئاسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير 12 دقيقة 51 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوطنا العاشر والخاص أيضا بالأبكار الثنايا المهجنات الأصائل استطاعت شواهين من هيجن الرئاسة ليظهر البروفيسور في هذه الأمسية الرائعة والجميلة واحد من نجوم هذا المساء في 22 من شهر يناير لعام 2016 الميلاد 13 دقيقة ثانيتين وخمس أجزاء من الثانية. لله درك يا محمود على هذا الأداء الكبير. شوطنا الحادي عشر الذي انطلقت فيه الجعدان الثنايا المحليات الأصائل ليعلن شاهين من هيجن الرئاسة ويتواصل البروفيسور بعطاءته الجميلة وانطلاقاته المميزة دائما وأبدا 13 دقيقة جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الثاني عشر الذي حمل أيضا الجعدان المهجنات الأصائل الذي انطلق فيها شاهين من هيجن الرئاسة ليعلن محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هذا التواجد الكبير والتحدي المثير هنا في شوطنا الثاني عشر مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام 13 دقيقة 5 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس.
بينما شوط الختام كما بدأ أيضا الوهيبي هنا البروفيسور يبدأ مع الختام ويأتي بهذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير وختامها مسك. هنا محمود بن محمد نجم هذه الأمسية ب 12 شوطا من واقع 13 شوطا. هذه هي شواهين 12 دقيقة 37 ثانية جزءا واحدا من الثانية. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شاهدنا أمسية باللون الأحمر حملت 13 شوطا هنا لهجن الرياسة. النصيب الأوفر مع البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلنا إلى الختام. شكرا للمخرج، شكرا لمسعود الكثيري، شكرا ليوسف بن قاسم، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في يوم الغد مع سن الحولي والزمول، الفترة الصباحية لأبناء القبائل والفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ. فإلى الملتقى مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام.